السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله سنبدأ الحصة الخامسة، ومع درس أنواع الفعل. التهيئة، ما أقسام الكلمة؟ من منكم يتذكر؟ نعم، أحسنتم. للكلمة ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. الهدف أن يفرق المتعلم بين أنواع الفعل المختلفة: ماضي، مضارع، أمر. مقارنة التعلم: التفريق بين أنواع الفعل، توظيف الفعل بأنواعه في الكتابات. والآن قبل أن نعرف أنواع الفعل، يجب أن نسأل أنفسنا: ما هو الفعل؟ فكر، ما هو الفعل؟ نعم، الفعل هو كلمة تعبر عن شيء حدث أو يحدث الآن أو سيحدث في المستقبل. حدث بالفعل وانتهى، أو يحدث الآن، أو يحدث أو سيحدث في المستقبل، وهو على ثلاثة أنواع: إما فعل ماضي، إما فعل مضارع، وإما فعل أمر. الفعل الماضي هو كل فعل حدث وانتهى، حدث وانتهى. مثلا: كتب، هو كتب وانتهى من الكتابة. شرب، لعب، ضرب، كل ذلك انتهى. إذن الفعل الماضي هو ما دل على شيء حدث وانتهى. أما الفعل المضارع فيدل على إما شيء يحدث الآن أو سيحدث في المستقبل. كيف ذلك أستاذ؟ أقول مثلا: أنا أكتب الواجب. إذن أنا أكتب الواجب الآن، ولكن إذا قلت لكم: أنا سأكتب الواجب في المساء، إذن سيحدث في المستقبل. أقول لكم: أنا سأزور فرنسا في العام المقبل، سأزور هذا في العام المقبل. نشرب فعل مضارع، سنشرب أيضا فعل مضارع، ولكن نشرب يدل على الحدث الآن، أما سنشرب في المستقبل. نفس الشيء في يلعب وسيلعب، تضرب وستضرب. إذا لاحظنا أن الفعل المضارع بدأ مرة بأ، ومرة بنا، ومرة بالياء، ومرة بالتاء. الفعل المضارع يجب أن يبدأ بأي حرف من هذه الأحرف الأربعة وتجمع في كلمة أنيت: ألف، نون، ياء، تاء. ألف عندما أتكلم عن نفسي، إن عندما تتكلم جماعة عن نفسها، يلعب عندما أتكلم عن شخص ذكر غائب أقول الولد يلعب، والتاء تأتي عندما نتكلم عن بنت أقول مثلا البنت تضرب الكرة. أما فعل الأمر هو كل فعل يدل على طلب، أنا أمر إنسان أطلب منه شيئا. مثلا: أكتب،
واجبك يا محمد. اشرب، العب، اضرب، كل هذه أفعال تدل على الطلب، أي تدل على الأمر. إذن الفعل هو ما دل على شيء حدث وانتهى، فعل ماض، أو شيء يحدث الآن أو سيحدث في المستقبل، هو الفعل المضارع، أو يدل على طلب، وهو الفعل الأمر. تدريب قرائي: اقرأ الفقرة التالية ثم ضع خطا تحت الفعل المضارع وخطين تحت الفعل الماضي ودائرة حول فعل الأمر. سليم طفل مهذب يحب جميع جيرانه. يحب فعل مضارع، هذا خطا تحتها تحت الفعل. ذات صباح خرج سليم محتضرا كرته، خرج فعل ماضي خطين، محتضنا كرته الصغيرة كي يلعب بها في الحديقة، يلعب فعل مضارع. وفجأة ظهر جاره كريم المشاكس، ظهر فعل ماضي خطين. اقترب كريم من سليم قائلا: اعطني هذه الكرة، اعطني فعل أمر دائرة. والآن يا صديقي أريد منك أن تكمل الفقرة وتضع خطا تحت الفعل المضارع وخطين تحت الفعل الماضي ودائرة حول الفعل الأمر. والآن صنف الأفعال الواردة في الفقرة الآتية في الجدول. ضع الفعل الماضي في خانة الفعل الماضي، والفعل المضارع في خانة الفعل المضارع، وفعل الأمر في خانة الفعل الأمر. أما الآن أيها الرائعون فقد حان وقت الأنشطة. الآن حان وقت التقييم الختامي. ادخل على الرابط الذي أمامك، سجل اسمك، ثم قم بحل الأسئلة. والآن افتح موقع صفير واقرأ قصة من القصص التي حددها لك معلمك وأجب عن الأنشطة المخصصة لها. قراءة القصص ليس بالعدد وإنما بماذا استفدت من كل قصة. هل هناك كلمات جديدة تعلمتها؟ هل هناك قيم وأخلاق جديدة أو أفكار كنت لم تعرفها من قبل وتعلمتها من هذه القصة؟ لذلك أنصحك بأن تقرأ القصة أكثر من مرة ويمكنك أن تلخص ما قرأت. شكرا لكم وألقاكم في حصة أخرى. مع السلامة.